حينما يتكلم وزير العدل احنا نعلم حقيقة هؤلاء يتكلم بصفته وزير العدل لمؤسسة رسمية وزيرها يعني المسؤول أمام يعني أمام الملك في الدرجة الأولى راه وزير العدل وفي نفس الوقت عضو اللجنة وفي نفس الوقت يقوم بعدد من الأنشطة السياسية والثقافية للتبشير بالمطالب التي نعم هذا هو الذي قلت يعني فحينما يتكلم حقيقة قد يكون يتكلم باللسان يعني أمين العام لحزبه كما كان في السابق والآن لم يعد نعم وبالتالي فيكون تكون صريحته يعني في مجال السياسي قد تقبل إلى حد ما أما باعتباره وزير العدل فأذكر أنه ذهب إلى الخارج في لقاء لست أدري بالضبط يعني ولكن سمعت كلامه الذي ذكره هناك أنه التزم إن شئت بهذا التعبير قواعد اللعبة يعني في لدى المملكة المغربية من حيث إن احترامها للدستور إلى غير ذلك. طيب سي رشيد في تدوينة لك كتبت الذي يطالب بإباحة الزنا أو الذي يطالب بإلغاء تعديد الزوجات لا يصح أن تجادله في الإرث بالتعصيب هل ذكر في القرآن أم لم يذكر؟ نعم. ماذا تقصد بذلك؟ لأنه حينما يأتي إنسان ويناقشك في مسألة موجودة في القرآن ومن حيث الثبوت لا شك أنها قطعية الثبوت ومن حيث الدلالة كذلك أنها قطعية الدلالة فيما يتعلق بتحريم الزنا مثلا وفي موطن اسمح لي سيرجي المقدمة قطعية الثبوت قطعية الدين باش نقربوا للمواطنين ربما ما يفهموش هذه العبارات الشرعية قطعية الثبوت يعني راه في القرآن ما لا شك في ثبوتها قول الله تعالى لا نعم أنه وصل إلينا بالتواتر وبالتالي لا مجال للشك في أنه هل من القرآن أو ليس من القرآن هو من كلام الله أو ليس من كلام الله والدلالة من حيث المعنى يعني من حيث إفادة الحكم إذن فتحريم الزنا هو معلوم من الدين بالضرورة يعني ما اختلفوش فيه الفقهاء من؟ ما فيش اختلاف العقول البشرية ماشي غير الفقهاء يعني الأمة الإسلامية جمعاء لم تختلف في أن الزنا وحرام المرأة الكبيرة السن ذاك الجذاب شي عندها تسول على الزنا تقول لك أعوذ بالله مشترج ما هذا الكلام مثلا الزنا الخمر الربا اللواط بسبب الفرائض الصلوات الخمس وكذا هذا ما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة إذن فالذي يلغي مسألة تتعلق من المعلوم من الدين بالضرورة وذكرت في القرآن الكريم وحكمها أن قطعي الدلالة ثم يناقشك في التعصيب ويقول إنه غير موجود في القرآن كأنه لو أنه موجود في القرآن لكان وقافا عند حدود القرآن وهذا ما فحقا ضحك على الأتقان كما يقال هذا مجرد يعني روغان ثعالب لأنه هذا نمثل له بالزنا مثلا هي يعني هم يطالبون كذلك برفع تجريم يعني العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بمعنى الذي يسميها القرآن الزنا إذن لو كان هؤلاء يعني لو كانوا صادقون في هذه الدعوة بمعنى أنه الذي يوجد في القرآن يحترم وله مكان عندهم ولا لا صدقناهم ولكن هم حقيقة لا يتمون لا بالسنة ولا بالقرآن بالدرجة الأولى يعني لا. ربما كيبدأ الأمر بإنكار السنة إنكار بعض الأحكام الشرعية ثم إنكار السنة والتحكم بالقرآن ثم بعد ذلك الانقلاب بالقرآن ربما في نفس الإطار ربما تابعتي واحد الحملة كانت كبيرة جدا بالموازاة مع مدونة الأسرة الهجوم على التراث الهجوم على سعد البخاري الهجوم على الإمام مالك الهجوم على الموطأ الهجوم على الأحكام الفقه المالكي الأحكام الشرعية الإسلامية تارة يصفوا بأنها ماضوية تارة أن القرآن أنه استغفر الله على الكلمة هذه أنه خرافة وكارثة تخلف إلى آخره يعني ما الرابط بين المدونة وبين الهجوم على التراث الآن إذن المدونة ما هي المدونة مدونة الأسرة مجموعة من الأحكام مجموعة متعلقة بالأسرة مستمدة من الدين الإسلامي إذن نحن هاجمنا مصادر يعني مصادر التشريع كاننا نهاجم مدونة الأسرة إسلامية بالتالي إذا نحن إذا استطاع هؤلاء أن يفقدوا ثقة الأمة بصحيح البخاري أو بعموم يعني السنة النبوية الشريفة فهذا يعني بالتبعي إفقاد كذلك الثقة في أحكام التي تستمد منها المدونة بعض الأحكام في السنة النبوية الشريفة وهكذا إذن العلاقة بينهما واضحة إذن كلما ثبت لهم الطعن في مصادر التشريع سنة بالدرجة الثانية قرآنا بالدرجة الأولى وغيرها من الأدلة الشرعية سوف يستطيعون ويتمكنون حسب زعمهم من تغيير أحكام مدونة الأسرة
يعني هذه العلاقة بين العلاقة بين طيب علاقة بنفس الموضوع المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان استقل منه الدكتور إدريس الخليفة ربما هو هذا الاسم إدريس الخليفة عضو مجلس علمي الأعلى بسبب المذكرة اللي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان متعلقة بمدونة الأسرة. يعني كيفاش مؤسسة دستورية ربما من المفروض فيها كما تفضلتي قبل قليل بأنها تراعي الدستور ديال الدولة تراعي القانون المقدر للمجتمع كترفع توصيات مناقضة تماما لإسلامية الدولة في حين كان وجود المجلس العلمي الأعلى مثلا يؤكد على مرجعية أخرى. فكاين واحد التناقض في المرجعية بين مجلسين أو مجلسين فعلا دستوري مجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس العلمي الأعلى. نعم مجلس الوطني لحقوق الإنسان حقيقة أن لو نسمع أن يعني أن ما ذكر يعني هذه الأشياء التي ذكرت فيه فعلا صدرت منه بشكل رسمي لما صدقنا أنها صدرت من مجلس الوطني لحقوق الإنسان لبلد مسلم. يعني تخالف يعني ما في الدستور وتخالف يعني التشريعات القطعية الثابتة في القرآن وفي السنة إلى غير ذلك. إذن هذا النوع من الـ من الـ من التنافي والتضاد ما بين مثلا مؤسسة مجلس العلمي الأعلى ومؤسسة يعني الـ يعني الـ 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 مجلس الوطني لحقوق الإنسان. نعم مجلس الوطني لحقوق الإنسان مفاده أن أو سببه أن رئيسة هذا المجلس لا توجه معروف يعني حداثي إيديولوجي أنا يعني بشكل يعني أقول إلى حد بعيد يعني استئصالي للشريعة الإسلامية. هل ترشد سي رشيد؟ نعم لأن كيف نعطيك مثلا مثال من بين الأمثلة التي يعني نقلتها وذكرت ك يعني ذكرت في المذكرة التي رفعت إلى اللجنة يعني من هذه المذكرة التي رفعتها هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. يعني قالت في تعريف الأسرة يعني هذه المذكرة جاء في تعريف الأسرة الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة الزوجية. إذن قف معي مع كلمة وتتكون من أشخاص. هل الأسرة تتكون من أشخاص؟ ما معنى كلمة أشخاص؟ ها؟ أشخاص بهذا يعني نكرة يعني شائعة فيها الرجل وفيها المرأة. ما بغاش يذكر الرجل والمرأة مثلا. نعم إذا ما بغاش تذكر الرجل والمرأة إذا شنو قالينا بقات نص صور أخرى ديال الشواذ التي هي في المجتمع الأوروبي. الرجل يتزوج كتشوف أستاذ رشيد أنك تناور مع المجتمع الغربي مع المنتظم الغربي بشكل كبير فعلا لأن عندنا هذا المثال. عندنا مثل آخر يعني خرجت بالصريح يعني أقصد بها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووصفت منظومة الإرث بأنها تؤنث الفقر بأنها تتعمد يعني تشريع ربنا سبحانه وتعالى يعني هو سببه في تفقير الإناث. وهل فعلا هم فقراء؟ ربما هذا موضوع الإرث فيه واحد الكلام كثير. واش كتعتبر بأن كاين جهل كبير بمنظومة الإرث الإسلامية؟ لأن غالبا تيقول الذكر من حد مثل حظ الأنثيين وتيوقفوا. وأنا على حسب بعض الضيوف اللي استقبلتهم في منبر هوية بريس بأنه أربعة الحالات فقط هي التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل وهناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ربما يتساوى الطرفان. الاتحال هو هل هناك جهل؟ يعني ممكن أن نقول أولا هناك جهل في عريضة بين الناس يجهلون أحكام الشريعة باعتبار يعني التعليم الذي يأخذونه في المؤسسات التعليمية يعني ضعيف في هذا الباب لا يحمي الإنسان المسلم المغربي من الشبهات الواردة في هذا الباب. وخصوصا حينما طرحت هذا السؤال تذكرت أنه بالأمس القريب كانوا يدرسوا إن الإرث كمادة لمستوى معين في الثانوي قد ألغي.